যে আপনি মাদ্রাসা জীবনে পড়াশোনার কারণে আল্লাহর যে নিরানব্বইটি নাম সেটিও আপনি এক নিশ্বাসে বলতে পারেন এটি একটু কি বলা যাবে يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا محيمين يا عزيز يا جبار يا متقبر يا خالق <applause> يا باري يا مصور يا غفار يا كفار يا وحاف يا رزاق يا فواح يا أليم يا قبيط يا بسيط يا خفيد يا رفيع يا مزوي يا منزل يا سامي يا باغير يا حكام يا عدول يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ألي يا كبير يا حفي يا مكيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا راكيب يا مجيب يا وشي يا حكيم يا وعود يا ماجد يا بايش يا شاهد يا حق يا وقيل يا يا موتين يا والي يا حميد يا مواشي يا مبدي يا يا مهي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا وحيد يا احد يا صمد يا قدير يا مقدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا جاهر يا باطن يا والي يا متوه علي يا بر يا يا متقيم يا عفو يا رطفي يا مالك الملك يا جل الجلال والاكرام يا مقصر يا جميع يا غني يا مغني يا ماني يا يا نفي يا نور يا حدي يا بادي يا باقي يا وارث يا رشيد يا الشفوف اي موهن الله باقي 99 টা نام